هجوم شديد على تامر حسني بسبب اعلان شيبسي والحساب بتاعه بيفقد اكتر من مليون متابع. صل على النبي واعمل لايك للفيديو. خبر يامك مع احمد مطاوع. رغم ان تامر حسني كان من اوائل الناس المتعاطفه جدا مع اخواتنا في فلسطين، وكمان يعني وقف شويه ما يعملش حفلات والكلام ده عشان طبعا اللي بيحصل هناك، الا ان الناس خدت صدمه كبيره جدا لما كانت بتقلب على الفطار كده ولقوا اعلان شيبسي لتامر حسني، وده طبعا لان اعلان شيبسي يعتبر منتج من منتجات المقاطعه اللي بتدعم اللي ما يسموهوش. رغم شعبيه تامر حسني وان له ملايين من المتابعين، الا ان الناس انتقدت وهاجمته هجوم شديد جدا على السوشيال ميديا، ده غير ان في اكتر من مليون متابع لغوا متابعه تامر حسني على صفحته. انا مش فاهم تامر حسني عمل كده ازاي ووافق ازاي على اعلان زي ده، رغم حب لتامر حسني لكن بقول له ما تراهنش على حب الناس للقضيه الفلسطينيه لان ده محسوم جدا. رغم ان الناس خلال الايام اللي فاتت دي نسيت موضوع المقاطعه يمكن شويه، لكن لما شافت اعلان تامر حسني على شيبسي طبعا كان فيه هجوم شديد جدا جدا. يا ترى تامر حسني كان محتاج لاعلان زي اعلان شيبسي عشان يعمله وياخد منه قرش؟ انا عارف الناس مصدومه اكتر ما هي متضايقه، لان ما كنتش اتوقع خالص ان تامر حسني ممكن يعمل اعلان زي ده لمنتج مقاطعة. ولو كنت سألت اي حد قبل الاعلان ما ينزل هيقول لك مستحيل تامر حسني يعمل اعلان زي ده. قول لي رايك في اللي حصل ده، وتحب تقول ايه لتامر حسني وانت لسه مقاطع ولا لا؟